فاهم. جيت من المنصورة. جيت من المنصورة. قعدت في المنصورة قد ايه في ال انا قعدت كتير طبعا في المنصورة عشان انا من مواليد قرية شاوة في المنصورة. رحت مدرسة الكورة وانا عندي 9 سنين في المنصورة، فضلت العب مدرسة الكورة وناشئين. اتنقلت نادي الزمالك وانا عندي 19 سنة، لعبت سنة معاهم تحت السن، وبعد كده لعبت في مع الفريق الأول، والحمد لله يعني قضيت 5 مواسم الأول العقدي، ورحت سنة السعودية ورجعت تاني، ودي 8 سنة ليا في نادي الزمالك يعني. 8 سنة كويس. انت رحت نادي الزمالك وانت عندك 19 سنة يعني. اه ابراهيم، في البطولة دي تحديدا يعني شوية ربما كان الأداء لم يكن وفقا يعني للي الناس عايزاه يعني، جايز الندية الشديدة، جايز الخوف، خوف الفريقين من بعض، وده اللي خلانا ندخل على ضربات الجزاء يعني. شايف ايه اللي ادى الى انه شويه الجمال في الاداء افتقدناه في المباراه؟ هو ماتشات الزمالك والاهلي ما فيش فيها، احنا الموسم اللي فات في الامارات لعبنا احسن وخسرنا، مفيش حد بيفتكر احنا لعبنا احسن وخسرنا، بيفتكروا مين بطل الصوره. بيفتكروا ان انت خسرت المباراه. وبعدين انا بلعب قدام النادي الاهلي، دي بطوله خاصه لينا كلعيبه والنادي والجماهير، اعتقد ان فرحه الجماهير بالسوبر ما بتفكرش اللعيبه، احنا اهم حاجه عندنا المكسب، واحنا رجعنا ببطوله السوبر واحنا ابطال السوبر، فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا يعني. ما كناش بنفكر في اللعب ايه مش لعب ايه، احنا في بطوله كاس الامم لعبنا، الناس كلها بدات تنتقد الاداء، لكن اعتقد ان كانت الطريقه. هو بيرفع الكاس، انت اللي رفعت الكاس. طبعا دي حاجه سعيد بيها يعني، انا كابتن الفريق بعد الكابتن شيكابالا يعني، فكان ليا الحظ ان انا ارفع الكاس. طبعا دي يعني لحظه ما تنساهاش طبعا يعني. طبعا اتمنى ان كنا نتمنى ان احنا نرفع كاس افريقيا الموسم اللي فات، لكن كانش في نصيب، وان شاء الله البطولات اللي جايه نقدر نحققها ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يا ابراهيم تفضل في يعني طموحك يعني. ان شاء الله عايز تحترف؟ انا جربت تجربه الاحتراف في السعوديه موسم، الحمد لله كانت موسم ناجح بالنسبه لي، لكن مجلس الاداره وساعه المستشار كلمني ان احنا هنبني فرقه قويه ولازم ارجع نادي الزمالك، رجعت على طول. الحمد لله الموسم ده كسبنا فيها الدوري والكاس وعملنا فريق قوي، فبالنسبه لي ده كان احسن حاجه ان انا ارجع واعمل كده، فكان بالنسبه لي